بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيث مثلا سلام ربي في اللون وقي ثقيت سيميلي ثيس أربعة ذي الحلقة العلمية الدعوية ومن سما لوقام مدينة لوقام استقامة الدرس بوسة أسنسمي تجديث تشرعيث إلا قصنا في الحقيس أساك سيني مسلاين اللحون تشرعيث ثبام الشرع عن سيدي ربي تجديث تجديث دي جان لجدوث يزمر ثورة أدف ضرضا ولاقي ذكيوث تمليليف الرأي الحوار يزمر ديغ للخلاف إزمرة ديسيون الرأي أدينين أن تفكان دي الجديد واحد الجدود النا غيني غدي جان داي الروج داي الروج أور نكفو أور نحفو دايا الجدود جرفان نحيافان يا ربثن اللاز يا ربثن الحيف صربثن الدونيث من ذفع ذري ذي غدي جان أنفغ غلهنا غر ثالويث ذا ذري ذي السفوغن يرنا كي نشدين تجديد تعدى شو تيخص سلها اما ذيم كل شيء ام بعد تفكر يعني كرا المثول ازمر واضح شيء خاطي اخويا نتبع شرائع ربي شكون هناك شريعه سيدي ربي ورنح وجر النظم شريعه وحذ سن كمال هكذا ولا يا أكيني ندى ربي ذي القرآن اليوم أكملت لكم دينكم ينكمل وأتممت عليكم نعمتي يرنا يسميس نعمة يرنا ثنكمل ورضيت لكم الإسلام دينا أمكس يا ربي سبحانه دي قرثان وفريد الإسلام ذي الإسلام كشيني بركك أكدي ولا يا نظن ربي ناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أقول ربي عن بعد شو ديننا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عيش ذين سلمن أتمثم ذين سلمن يرنا مرزقنون يعني يوم القيامة تبعثون مسلمون يرنا شو الدنيا ثقى صروح أتصروح سجاد ديث كلش دي قيم الاخر افوس ربثنا وض ذا شراغ ينفعن اغث انفع ثن سلمث ثين سلمث نغث شرعيث هاثن الا الراي الا الراي ياني غاون انت دناوي سنة ثم تسدوكنا انظرها لترز من تدوكنا تنخاط انا عرض ثا شرعيث اكو تجديث اهل ترى يزمر اذملي لنت من سملالي ثنت ذواقيد الوقام من سملالي ثنت ذواقيد الوقام من وفا باللي ذ الموحل ذ مليلنت ذغا داين ذغا ديفان باللي كليونا ذي خثيرا فريديس يلا ثورا أنفذ قبل أنفذ يثمسال يشدن سلسنتل يعني العنوان أديني غير العقل يفكر ربي اللاغ يخي نادي الدرس نيعدان ربي يفكيس أزل أم قران يولاغ العقل يفضلغ ربي في الموجودات يك أما كنت دلنا ما ظهرون أما ذكال أما التجران أما ذي الفيور أما ذي الحيوان بس العقل بس العقل العقل عقال وذكرت كلمة العقل بوظائفها بوظائف العقل أقصد أكثر من ألف مرة في القرآن الكريم أكثر من ألف مرة باش كان نزر باللي يفكاس ربي يزال إن في أواخر العمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذي الآيات المخ غادي تخمم غادي توحيد سلعقل إن زمر
أن يسين ربي، أن يوحد ربي، أن خمم دقواني دي خلق سمو رضي جنوان، سمو قرضي جنوان، سمو حضا ربي، سمو قرضي سفن الذيور إثران أقور يطيج. سبحان الله، أسوى الطوطوف تيزي زويف، تيزي زويف سوق ذرار الروايض أتتزل أتسفرفير باش أغدفك ثامنت أتصعوضة مناقي أتصوحضة ربي. الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، كما ذكرنا المرة اللي فات الآية 30 من سورة الأنبياء. شيء عجيب، وحد ربي الكاس ما يزيل الظما، أشيك الشياض وكي شحاليك سوا قدر نعمة فالدوض يكون نعم الله التي لا نحصيها عددا سوى سلمخ، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. إذن لكني لا نحتاج إلى أي شيء، حواجة العقل سلع عقلي أتسي السنظ لصلاحي دايا سخدم كان لعقلي أتسي السنظ لصلاحي. فقي مسألة نقشت الفلاسفة الفيلوزوف جون جاك روسو دوركايم علم الاجتماع علم الفلسفة وغيره سقراط عمالقة اليونان أفلاطون أرسطو يعني كبار العقول في الدنيا ألا غني مقرانا في الدنيا حادي نقشن يظن المناند أهل ترى أمذان بالعقل يدرك وجه المصلحة على وجه الإطلاق هترى يزمر ومذان سوى اللغيس أذي السين صلاحيس وريح وجرين النظم. سؤال الطروح سؤال فلسفي ولكن أي واحد ذي نظي ساعة لحقاتي دي طرح ما دنسوف غادني إذا غرجو ولاد العقل الني محدود أماكن يزري أهل محدودة شحال زمرة سوالية أدي ظنكيني سياغة المذا عجيبة أذا عقل ما الطوموبيل غدا كاميون غدا كام عقل دار العبد شوي شحال الزمر كوي ثورا لنا كل يوم يا وين سان 10 سور 10 10 على 10 ولكن النيس والزميران هذا عدين قبيطون البصر لا يخترق هذه الجمادات لا يمكن محدود السمع محدود حالي حسن الحظ خاطر لو كان السمع ماشي محدود امي ثورة قلق ذاكي وكل قلق نسمسلاي أدسلن كان مقاذي الله إما إليون ذا غريب سمحتي ذا غريب ثندي الغرفة ما إلا السمعي إسلاغي بفاسي يتنازع يحوس يهلك إسلاغي الناس تتنازع أمي سنغي اللي سيغلي دي يجرح الحمد لله الحمد لله يموري سلاراني كلش أين يفعد نفثيط يفعد فوم الزوغ ولي جرح راول مولاش هذي جرح ول ربي سعى الحكمة الشم الرائحة كيف كيف ذا محدودة إلا أن وقد يومك ساعة الله يبارك هذه الحويري خامل أخي نشو تسبن ويقي ذل سفنج ويقي سيغرفين سؤال هو سبحان الله يعني أكان ماشي أكان لأنه يض الله ينوب أبي بريكان فغيا دينير وقالك محدود كل شيء محدودة العقل محدود محدودية العقل ثقي ضمن الحقائق غير بضمن كبار الفلاسفة ايش قرنه هو يغكان العقل محدود يبسيون يود الحوار يرى العقل كذ العلم انسى الحقيقة سمعواني اكوا العقل سيقاري العلم ذنك الصح ثموسني ثنايسي العقل ذنك الصح للعلم العلم شافي ربي ذكره له في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق
خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم العلم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وربنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، العلم يشار في ربي. وقل ربي زدني علما، ربي السثر باش أغيرني ذي ثمسني. العلم مرس على ثلاث العقل يسرجو الشي لي العلم لو كان ماشي ذنك أمي يخذ العقل سرد وطمسني. المهم خلفن وما تشيذ العيب هذا مخلفان، حتى الحوار يخدم ومسنواقي هادف باش غي السلمذ أمشي قلا قذيل الحوار ديالوغ اسقردش وامشي ذيلي سلحجج لزارقيمان فني الضراي افنو ثم ما صوت ما ريفنو يكني اكثي يفنو المين كمال دغي بوثي دسفرو غزيف أدوار كان ذيك الشويط. إنك علم العليم وعقل العاقل اختلفا، هذا المخلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا. أنوا إيجيوين لاكوب تورنوا إكفا أنوا إكسان الشرف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف. مخلفا يلا. فقال العلم أنا أحرزت رايته، سقر أذنك ينتقد العقل. إنياس أنا الرحمن بعرفة، لو كان ماشي ذنك ونسي سينار ربي سوى شافي السين ربي سل عقلي ما يتخمم. سلام الآيات في سورة العمران، إن في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. عقول عقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون تخميما تفكرا في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات ذكرنا بعض منها في لقاءاتنا السابقة في سورة مثلا ذريات، والسماء ذات الحبك سوى اللغي، وفي الأرض آيات للموقنين سوى اللغي، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. في سورة ذريات سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا، آيات للسينية علامات أمارات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أتسخذ مضل عقلك أتساوض ضغر في ذات وينو ذن يفا ذغا العقل إن يسرجو. أنا الرحمن بعرفة، ماشي يفكد الرئيس يرنا بالحجة زارغيمون بحجج. أنا الرحمن بعرفة بعد العلم سولي النيفو داين سمحتي الفاز، الفاز يا أخي الظلام، الفاز اسمه قول كان يدورار أعصيه دفض يغزره وانك سفن خلا كل يوم سلقي مايسا شبحناك وقيت المثول كان وما والله الهناك لا عزي ذا مرقو ذا زرزور غاس شحال يقي اشتاقي ثن ها زيك ثن سوالي ذا شتواني نزيك الله يبارك. الفاز ولاد قوال اسم الفاز اشو الهيفاني ذا شو فرفرني المقارنك الفاز ميكس فرفير ميقوا على الضيور قرن دار غورص هذه كمل مشام لافيون، لافيون سالي ساعة خط السير فقي طبيعية. إذا غدا قيد العلم فأفصح العلم إفصاحا،
وقال بأينا الرحمن في فرقانه اتصفا. إن يس سواشو دي وصف ربي مانيس تجي حجة ذوال العلم إلى العقل. إن فأفصح العلم إفصاحا وقال بأينا الرحمن في فرقانه اتصفا. سواشو دي وصف ربي مانيس ذاكي ممكن نقرأ اسم سيغ الفيس خطر بي في القرآن إن الله كان عليما دينار إن الله كان عاقلا خطي سورة النساء الآية 12 إن الله كان عليما حكيما. العقل يستعرف ده شو يخدم العقل والسنارة إفغى سافريد خاطي يسلم في قرويس يستعرف بعد روح نكمل لافريد السن عادي. فقبل العقل رأس العلم وانصرف. يا أخي نكون في جدي ثناس في قرويس وين ثقود رضا في قرويس يسلم العقل فأقروا من العلم إذا روح نكمل نفريد نسم سلويث سلوقام سلهنا. علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا. فقال العلم أنا أحرزت رايته وقال العقل أنا الرحمن بعرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال بأينا الرحمن في فرقانه اتصفا. فبان للعقل أن العلم سيده فبان إفانت إظهرت فبان للعقل أن العلم سيده. أي غير نكون جدي النغ قارن سيدي الفلاني سيدي الفلاني ياك في معمرين تمور النغ ياك قارن سيدي سلقدر نسن سلقرايا نسن لقيدي جدي النغ. فقال فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. أثناء ذلك دان فرات صفيس العقل كان ولا الشنية العقل محدود يهويه كان أستنظ كين كل شيء لا الشنس وزليه أمانة وسقرر الشن كل شيء خا طيب أما كنوري زميرالا إيض أسيني إيواس كحواج غالا أسخط راسي إيض من الراحة نغا أسيني واس إيض كحواج غالا شيني ثرس كان يضص ذقواش خدم المدن سفر المدن خاطي نحواجي ثني السين تعاقب الليل والنهار سمحتي كل طائفة جي كل هذه الأقامة في نفس الوقت أنسخذان اللغنة ثورة أدنغال غل إشكالية تجديف تشرعيف يلا أدنوي أما ذي العبادات أما ذي المعاملات الموضوع قطاسك حواج بوال أدنغال غرصة النظم ثورة ساقي أدنفك كان أين لاقن وأدنفك مذياء يعني أمثلة مختارة ذوين يعني العبادتين يعني المعاملات باش نفهم باللي تشرع ثوك تجديث أكني الدكولات يعني غنزوير ذي الظليف خطر تظليف سمح فيه تجديث من الدين الصلاة وعماد الدين نغالا ربي ند أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقيموا الصلاة ظلف هذه قار ظلف ذنسيغ دينا بعد من ومن في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس ابن الإسلام في خمسة فركزين فركز تمزورث لا إله إلا محمد رسول الله في السنة تظلف في ثلاثة ذي العشور الزكاة في أربعة ذي رمضان في خمسة ذي الحج يوين سيزمر ها في قذيل
صزالي ثبت جديد تولي دين ذي مسلينين سلا مثلا نحفظي ثمر الحاج سليمان وقالي أمشي سقارن العالم بعد أجي كتوسم أرغور النغ سليمان وقالي العالم أذعلي بالفصحى معناه عصامي صغري في الدنيف يجلس الشيخ يتسك ثم الزوف يرفض ثم سني وسمحتي مرد يفك ثم سني أينما يشفى يكساغو اللي في ولي أكين السليغاس يرني يشفو يشفو تفور الفذري ثيد وقي النموذج مثال ذيني السليغار غرص ومبلا شك التصدي ونس يسلان يا حبيبني يا محمد قفلن كي داك صلوضو يخصي مني ويقار يخصي مني ويقار وقال يغفلن اتنقلافن دقوسو يعني وقيد المثل كان كا زرام زيكي مغار حرشن ادسل نيت شرعيف اتداون ستقفايليث باش تفهمنا كوي مزانا هذا معليس الوضوء مفتاح الزلط إلى الوضوء طهارة أكا حاجة رمضان المحفوف ومزمير هذا غادي نفدر على خاطر ما دام اللي غتفزلي في مكتر ديال يونس فروينس ناس ها كان السي رمضان يبقى هذاك يغفل فزلي ثوكا الله غالب إلا غادي يهضو ربي يا أخي نادي شحال يفردان حذرث أتحقرم إمذانا سطاع جرب بذي خمس شغليس إزمري ونوري تظلى رغال ما يوض 50-60-70 سنة أذي فذو تظليف يعني ذي لي قرب رسيدي ربي خط ربي ناد كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم يخذ ربي دي هدون أشحال غاشي يثسن من السن ميستن يذكرات زادة كيني أغدي يهضر ربي إن شاء الله حياتي مثل يهضر ربي الخير الربح ونحر صارا في مسألة أتصن من قارك نستقبل أتصن تفسي زمي سي الشدة خاطي لي سر ونبي عليه الصلاة والسلام أدي قار يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا هاي غرصتو سي الشدة خاطي ربي نادي القرآن سورة البقرة الآية 185 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هي غير دنيا ولاقي شوية خطيرة تلقى النصيحة يمكن ياك وذلو قامة ولا قريون أذي حقر ويض سطعين السنك تزلى تصوزوما وخص العقلي إذا ربي دي هدون خدم كانت جتا ربي وخلاص حذاري الهداية من عند ربي ربي ناد كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم أولاد خنوي سلام تعصم ربي تفعذن في اللاسي هذا كن يد ربي وضربي دي هدون بدليل الآية من يظن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله مقل آية واحدة الحمد لله الذي هدانا لهذا طريق مستقيم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ضرب سبحانه إيديه دون كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ذلك لا يصح نقلا ولا عقلا باش بنادم هذه ضروية ستاينز ولكن يلا ناس ثان زلنا راه وكذا غيب ويا سنت سفر إن يسال المؤمنين يا ونرو في الوقت ذاكي ذين الله ما تشكين عودة تضرو ينسلم ورنص زالا السوق ما يعمر ذي يفرو غاس ما يزنس الغلا بسم الله ما شاء الله
ذوال فسوس يلها خفيف ذي الصازي ظانيك تظنث السداء. في سورة البقرة الآية 83 ربي ناد وقول للناس حسنا ذوال زيظن أول زيظن. الموعظة الحسنة في سورة النحل في زيزويث الآية 125 ربي ناد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أول زيظن أول صوفن وجادلهم بالتي هي أحسن. مقل الكلام شي غير ولا ربي سبحانه ذا واقي الفلاس يعفو ربي ويجري حارة ويتبري زيارة سلاعقل كان سلاعقل كان أدك صدى سنان بلا مدن دي ذمن كي قارن يا أدك صدى سنان بلا مدن دي ذمن مدن غرس فروياقي يهضرت في القيمة الظليث بلا ما يجرح مدن المؤمنين يوانرو في الوقت قيذين الله ما تشكين عودة صدرو ينسلم ورمس ظل السوق ما يعمر ذي يفرو غس ما يزنز الغلا أما كنا شي قار غدي قار السوق الدونيث سنمث أما السوق المايو ما السوق التوفيرت أما السوق يأكل سواق أما ذوين ثلاثة أما ذوين السبت أما ذوين الأربعة يأكل السواق أذفرون ولا مزن زمس الغلا ربحا وكذي ربحا ولا السوق الدوني ثذيفرو معناها ما أيام ذان إلى قد خيض إلى قد دقصد نمس فهم أدر نغام ذي وايض زيكي مقارن سطريقا من زيك يا خاكا أذيلي ومغار الشيخ متربين اثنين صغارين مديوض باش سنيفك تسريح تسريح باش الصغرن مخلف لا ميثودولوجي المنهجية مخلف ثورة ذي الزمان لكي تسلمك إلا قل الدبلوم إلا قل فورماسيون إلا كذا الكونكور مش فيها ثل الشيخ نغان سوالي ذا قل الشيخ نغان إغي الصغرن اثني حرز ربي ما زاد سيديرني إذنا غسنيفك ربي ثغزي العمر ماشي باطل جماعة الخير ماشي السهالة غرانس الحيف الميزيريان صلاز إلى آخره غران صغرا قارن صغارين ماشي باطل لي زيكا كيلان من بعد الشيخ ناس نخدم ليك زاما امتحان أتسعدني ونيون مسوال انتبهوا سوال سوزن ضم ذا سقراط هذو غالما الفلسفة هضرت شوية عن بعض الفلاسفة في مقدمة الحديث سقراط أفلاطون أرس وكذا كي سعنا اللغني مقرانا سقراط يونواس ان ناس مث سنض الفلاني زعما شو سينا ينيس انت سدي فذو اوال اي قيل لسقراط اتعرف فلان قال لهم مروه ليتكلم خلي يبدا الحديث وبعدين يفذا أول الناس داير مش قارن استقبالي تبانو سيكنا استكاف قارن دا إيجر نصفا معقول أمشي استكميلا إيجر نصفا معقول ويقرسي القاعة ويقرسي ثمورث إيدي تسموقول صافي فوال زيكي مغار نستخدم من لا ميثودولوجيا نستخدم المنطقه الطريقه ياكي تساعدني يونيون يوض ديون زدات الشيخ ني اني سهضر امشي سينا اني ربي تهضو ظوليو الطاعر يوفق جعل ذري نوز الفطا ان ديد ذي سوق ثبورث ميل ديت وحنين وريزمير حدث يغلق ما شاء الله كلام موزون هادف ولكن الشيخ نيسا غرفال يسعى غرفال اين يستغلظ ان دغلظ غنعم الشيخ ان يسمي دنيض جعل ذريمي وذل فطا ان ديد ذي سوق هنا يسمي الله
صخرت تشور ذا ذريم السوق يثبغض تكشمض أدقضوض سو ذريميك أين يسنفغى ورد يقضون سواوال نفاد الجذوذ النغ أزنوزون أتساغن سواوال أذي روح السوق أدياغ سواوال أدياغ ثيوغا زنزنتي فركيوين سواوال بلا الكاغض بلا النوتير بلا جوج دبين بلا والو اللان الغشيض الطمان نفاتي ذي التاريخ أذي روح يون ذي السوق ذي شوذ دورينس يتساكلي غارونتي ضمان ثغض ثيوغا في الفلاني وتخلص دارا أخيني أويد وراكي ضمنا أدوي سي الحاج أخيني ذنكري ضمنا ذايا ولاش لاسيرونس ولاش النوتير ولاش الكاغض ذوال سمحتي شفيق دي مغار نقارن أن سمقوا الورد يقضون نغورد يسوقا سواوال ميما مسوق ما دون كني أريش مشطاح أحفظ السوق أسن صحفظ انتي قذاقي المشفير من الزيف يحكى دي ولكن بمغار إنا كي ونواس فمغار ثنياسي ومغاريس أي مغارة وين ميثورة يغال ذا ثراس أو ميكر السوق أذي سوق أذي رفض فلاك السوق لكن تمغار ثني زكذيه انت شطاح سيقال اختي مازال أسني إنا ياسث نزك السوق إذا سكر دمي ماذا روح هذه سوق أسكر دمي سن بعد سكر هيدنسا أخذ إنسا يكر سنكر نزيك ليس يا مغار فكيد تخريط فكيد تخريط تفكي غير ميكا ذي روح للسوق إنا ياسن فيغا ذي سواق بلا تخريط خطر ما استخريط ولا ذيك ما تسوق سمحتي على كل حال كل يوس القدر يسمى ذي رقزنا بس ولكن معنى بوال وقيد المعنى بوال الثغاوري سوقا سواوال الثغاوكي إن يسمي دنيض جعل ذريمي وذي الفطا أن دي دادي سوق أين يسن الثغاوري سوقا سواوال من يري سوق ووال ما يسعى أزال من يري سعى أزال ما يرفض ثيذت يا أخي الظلام قبيليث في ذس وسعر الجمع أشي نفسر مثل هذه نظلي فيريتي غلا استعرض الحقائق ليست قبيلي في ذس هاو تزيغ الجمع ينس ولو يوث انت تسيقل لان الكذب ها حاصر أديض الكذوبات في ذس يوثي قلان الضغان يعاود ذس ديو السفروني يكوريجيث يعني الصحيف إن يسدينيض أربي ثهذو ظوليو هاي غير ذول خطر ذولي السلطان قارني في قبيلي في الجديد أني ذا يزوار وول إذ بعيث ودار القلب والسلطان أي غير السلطان خطر ذنسا ما يزوار ووليك أريوث انتغاوسا إضارني كذروحا إضارا ذا الترانسبور إضارا وسيلة نقل الأرجل وسيلة نقل لأن القلوب تسبق الأبدان أندى يزور وول إذ بعيث ضار وربي ينذي القرآن يوم لا ينفع مال سورة الشعراء الآية 88 89 يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سلامة القلب صافي القلب أولي سعى القيمة ثم قرات أدو غلغل ماذا سفرني سجديث يسعانا زرر شرعيث أربي ثهذو ظوليو أردت عرضي وفق إناس جعل ذريم وذل فطا إناس اكسيف الريف جعل ولي وذل فطا أن ديد ذي سوق
ثبورث ما يلدي توحنين أوري زمير حدث يغلق هذا انتفرا أنه غال في الطاعة تسجلان أما في العشور تهضرت الجديث أما في الحيج تهضرت في الجديث أما في السذيقة أما كل شيء أنه غال ثوراغ المجال والسين المعاملات المعاملات مثلا أنا هضر في الجوار الجوار الجيران يا أخي أنت عايش في الجيران زريض الجار قبل الدار الجار قبل الدار الجار يزور خام لأن الغشيت تغني الجيران قبل ديال خام هكذا ماشي هكذا أذغى سمحتي ذيني من في صلى الله عليه وسلم يوصد في الناس إن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وين يوم ننص ربي يرنا يوم ننص الآخر أذي كرم الجاريس يكرموه معنويا وماديا معنويا دل قدر قدريث وتجيني يرى وتشوي شرف الناس تجدوري جنرى أصفر غضيضس أتقلقض أتهلكض إلى آخره أستفكض ثنطيشت هذا سنت قبيل تنطقت واحد سيد انطقة يا أخي انقر ثنطيشت 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 لقيت الهدية البعض صلت وسميه تهاد وتحبه يا أخي تشفام أنفد لي من سي أغدف كان أنفك ثنطيشت الجيران ثنطيشت لقي ذي القدر ثنطيشت لقي ذي الحمالة ذيني مقارن أثنطيشت ثورث غنوض لانه قاعد يقارن ذو الحرمه كان يدر النوظر حرمه ويقارن ذو الحماله كان يدر النوظ ويقارن ذو العز كان يدر النوظ مثل هيا مثل العلي ساك اثونطيش ثورث غنوظ عاد كان شوط نسكسو لا شوط انت مقفولت عاد دار لنا شوط تايل ثونطيش يونيك سد يسعى تشينا يسعى كرمو وسي ساعة ساعة يجيب شكل شوط الجيران سيلو جيست وين كني اسمي كثاطي تونطيش وثونطيش في الذي تجدي في النغ في الذي تجدي في النغ وفي الذي شرعي في النغ مقا كم كدو كلنت هاد سلامة أول تونطيش أدنو غال نفي صلى الله عليه وسلم إناد ما يزال جبريل لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثها إنك ما زال جبريل يتوصي في الجار ألمي ظن غد يسواس أديني الجار أذي ورث الجار الزرب لي تريكا الورث الجيران ورث نرى المعنى أول سلم عنيس أول سلم عنيس باش كان أنفهم باللي الجاراقي سعى القيمايس مما على مستوى الدول أدني دول الجوار لو كان أنطبق ثلاثة شرعي ثمن في صلى الله عليه وسلم فخلقي ثتسيذير ذي ثلويث هذي كفو أنت القيرة ثفلانة هذي كفو الحيف هذي كفو هذي غثوا إذا من تزالا الأرواح يمذالا تسمتساثا خاطر نوغلام الحوث ديال البحر وين يقواني تشا الحوثة مقراني تشا الحوثة مشطوح تذاكر ربي ناد في سورة في سورة الحجرات الآية 13 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم لذلك ربنا جل جلاله يفغي أن نعيش نتعايش ما يسمى بالعيش المشترك أن نعيش كثيرا هذه ثلويث يا أخي قرني قبيلث أربي هنيا ثنيض بقول كان فقذين تسلم ذين تسلم نسلت سيم غارم أنت ذن السنتاقي سيم غارة أرتجديث أربي هنيا ثنيض الجرم خطر ما إلا اشتهى النار الجار يشوريه النار يوضيك الشوال
ولكن غادي يفكر ربي يكون هنا المعنى يس موضوع الجوار ديال المعاملات مهم جدا. انا شمر السوق يلا انا شمر السوق انا في شرعي تلا في جدي تلا النبي عليه الصلاه والسلام انك من غشنا فليس منا. هذا السوق يظلم عمر بخطاب انك من لا يعرف فقهنا لا يدخل اسواقنا. ايه باش تشمر السوق لا قاتل السين تشرعي ذا شو ذا حلال ذا شو ذا حرام هما اللي يونيك شمر السوق يوثى فوناس يوثى طوموبيل اسيني فكاني كذا وكذا نساو في الساوم ولا ذيون وراك رايح يعني وثي الساوم ولا ذيون امعنى يفكى السوم ايمانيس لا يجوز ذا الكذب المعنى يستكشم ذرذا ذو خاميه وقي ذرذا ذا الحرام نغيا ذيون طوموبيل ثلحة 150,000 نتاتي دير كان 10,000 كيني وفي غارك في الكراج كانت تدور كان ديتها الدارت ثلا سيركال يا خاكا بروميير ما ياكل هضور اللي يتواسن كني يغلب مي يغلب هو اللي سارك القيمه ياكل نيث مقلض اتصفض زيغي ها كونتوري نسى شحال يقلحا من بعد نسى غرسي حرش ثغاب في ذرذا وقذ الغش من غشنا فليس منا. وفي رواية أخرى من غش معنى فليس منا ماشي تحصدين سلمي كان خاطئ إن سلمي لقذيلي موديل ريفيرانس أنموذج للصدق والأمان ولما إلا تخدم التجارة أو كذوايض ماشي دين سلم إلاقة صعود في ذات يلا أدنو غال سمحتيي أثنى الشمد ذي السوق ذي السوق ثورة ذي القانون التجاري قانون 75-59 المعدل المتمم دي أسوأ سنظر في التفاصيل ميم ذي القانون أنا في زورانيس اللي عندي في الجديث واللي عندي في الشرايط اللي عندي في الجديث اللي عندي في الشرايط أي غير ما كاين الله يربح يا أخي العقد أن كونترا نورمالمون باش هذه لي اوفيسيال رسمي لقد فيروس الكاغوض وكذا البان وكزنزن وكيوغان ونا زنزن داش وكزنز ونا يوغان داش وكوغ اشحال السومه ايه اشحال العقد الشروط مي يرجو ذي الجديد حوايج ضرك ولا شو الاقي سوا وال زنزير تفركينه سمنا قاشم اشحال السومه الله يربح بدني الله يربح دايم في وطفون استر السوق هذا الزنزل ثم سوى يسوى من كيد وكذا أم بعد السومة الثالية الميذين أشني الله يربح ذين الله يربح يكفى يزم ووال شرعي ربي الناد ثم الدوال سورة قاف الآية 18 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ذين سورة المائدة الآية 35 يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود طبق لي زونجاجمون طبق الالتزامات ملي تدور داين ادنو غال الجديد اشيني ارغازي سوا تفسكيلس الى اخره كل هضرني ان سندي الجديد وما دين الله يربح داين لو كان يون ديك السنه ديو غال الفير اذم خصما امذانا اذفكن الحق اوني طبق العقد اشيني غال دكوال اسنين ينايك الله يربح ثمس فامم تجزم موال الذين والأصل في العقود أكي قال الفقهاء نند تبرم العقود بألفاظ اللافظين بالألفاظ الأصل في العقود ذول بعد يسد التوثيق توثيق أجي التوثيق يدخل في باب المصالح المرسلة المصالح المرسلة وجي باب مهم في الشريعة الإسلامية اسمه المصالح المرسلة ما ذي القوانين إلى قانون 75-58 المعدل والمتمم لكود سيفيل يعني القانون المدني يهضرت في التوثيق إلى قانون التوثيق إلى آخره أي غرزيك العقود العرفية ساعة القيمة العقود العرفية كتصدق أنا كاية بالفلاني الزنزيو ها ثورة خاطئ حصرة ثورة لا شروط لا يمكن نقل الملكية خاصة ما يتعلق بالعقار
وبعض الممتلكات المنقولة وكذا، إلا إذا كان خضعت لشروط وأوضاع قانونية رسمية. كيف أول تفضل ثورة ولا قد نهضر ثورة زيكي مغارن ورث فهما سمحتي ورسل حواج النراك نيثني عاشن دولي ثنسن طريقة نسن وعادي عاشن ستجادي عاشن عاشن ست شرعي الرفا الرفا تقول انت كم الدن الرفا شفي غاوك زيكي مغارن هي كيني اغي من عربي سي رفا الرفا ماكش من سخامي هديث ماكش من الرزق يويث ولا ذي الحلال اني هذا يروح اخاطر يشمد ديك الربا وثقت جديث مي يرجو ثلاثي الشرعي سورة البقرة الآية 275 ربي ندوى أحل الله البيع وحرم الربا إلى آخره. أنقم كان دي المعاملات نكون قارث قبيلث همة سين الحروف همة يجي تجديث يرنا لم كن يسيس عنه ولا جي لو كان يضع همة يجن دن يضعه كيف همة يعني ماذا تقصد بحرفي الهاء والميم؟ لا تفهم يفهمك مثلك صافي وكلي وكل شعب يسعى اللغين يسعى العادتين يسعى عادي نغلا يسعى العوايدين يسعى دول الموضوع العادات. إذن هم ها سي الحروف شو المعنى إيس من المد قارن مدن هم موعان الباطل أذوعون يا قشيش مثلا أفوركي صغر سيثيد يرزاثيد نغي عفص ذي النعمة نغي لعب ذي جيجر هما يستقصر هما 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 دائرة اسمي الله هما تقرز ثوذر ثنا اسمي روح هما هذا غنقول هذا كل شيء من بعد من بعد يا اخي اش فهمتي هذه ليون بمغار ذن سكان الشيخ لا كل اش فهمك اي مدوكال اش فهم يا اخي دخل قخام النغد دينينا تخدم ذلك هذا ناسينا غير الشيخي يثور على الشيخ بوسا يا درام شي ثلان تصلصا الشيخ هكي جديد ما يا حسرة كوا سيني بس نجيب لك سينا غير الشيخي بعد سينا ود الشيخ ود ديريكتور ود نداك يا ود الوزير ود وين تبغي انا عامير وكيدي قابل إذا غمين فافا سيد غاك دياس خطر ذا غفي فافا سيد ذا جديد لكن جمة ذي خدمة كن يبغى صرف قامة شيء شاثي ربي شيني صغريث صغريث الحروف ما تصرف قا خاطي سيد ودي ولا هكار طابليس وفيغ وفيغ زار ما شادين يا ثورة ايه وفيغ دخان وفيغ ذي الشمة والدخان قاثية ويغر وين النظام السموم البيضاء لا دروغ ايه أشيني من بعد شيني ما تشيف الشارب بين مي نغي اللي إيش صغري فين كان إذا غن بعد وان الشياخ لا إله إلا محمد رسول الله يقسم قوم للمعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا سلا عقلي كان غالب ما رزنت لي فالور رزنت القيم ذاكي قارن استقبالي ثيو غالو قلمون سيضران. إذن هثن نمسفهم ذي هما يجي وقلت أجديث إذ شرعيث ربي دينان كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ذا شو هما يجي النهي عن المنكر زي النهي عن المنكر صافي ولكن نغد حرشن الشياخ حرشني مغارن زيك هذا السنيت الشرعيت اكتي داوين استقبيليت تقرز صفا الخير ربح العادات والاعراف ربي ندوى مر بالعرف النبي عليه الصلاه والسلام كيف كيف تعرفي كيف كيس القيمه مدينه انتم اعلم بشؤون دنياكم في مجال الخبرة في مجال تسير المجتمع في مجال الزراعي الفلاحي الشؤون العامة للناس
يعني يفكايا تسريح سق مثل من خذ مثل وقام فقط خذ مثل وقام ميد يساوي الناس سقسي الناس يا رسول الله اكيد سقسي ولا سقسي وسقسي ولا ذيون ذغا الخصص ديال الاسلام لخص له الاسلام الناس قل امنت بالله ثم استقم يفرو اول قرنك خير الكلام ما قل ودل خير الكلام ما قل ودل إناياس قل آمنت بالله ثم استقم والحديث ينسجم مع قوله تعالى مثل في سورة فصلت الآية 30 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا سورة الأعراف سورة الأنعام الآية 153 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله صراطي فاتبعوه ذاكين سورة الجاثية الآية 18 ثم جعلناك على شريعة شريعة تشرعيف شريعة من الأمر فاتبعها مدينة صراطي فاتبعوه ذبعثت من الشريعة دي قرد ذعفت فاتبعها بالتأليف فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون شوف القرآن يشرح بعضه بعضا سورة الجاثية الآية 18 هذا كان سورة الأنعام الآية 153 في الدوض إلى آخر بسم الله ما شاء الله كل شيء ثان ذين ربنا إن هذا القرآن يهدي سورة الإسراء الآية 9 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام العادات أدلغ القواعد الفقهية القواعد الفقهية هي خلاصة لأحكام مبثوثة في الوحيين القرآن والسنة أشهدنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا قاعدة فقهية معتبرة فكي سزل إث عرفيف إلى عويذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا قاعدة النظام المعروف عرفا كالمشروع شرعا القاعدة النظام العادة محكمة مقرش شغل أنعميه ذن شليك صوضاً ابن القيم الفلسي عفو يرحم يخدم كتاب اسمه إعلام الموقعين الجزء الثالث الصفحة الثالثة الصفحة اليسرى فظلمات ذي ثلماست أدغرض عنوان تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد والنيات إفراتيد أتغرض أشد يكتب أتفهم باللي فعرفيث سعى زال لعوايذ سعى تزال أدغال الإمام أحمد أنا والإمام أحمد بن حنبل وقيس على كتاب اسمه المسند صاحب المسند ننس ذا شو شروط المفتي وقيد أغذغ ولا نهضر في الناس دياس واسا نهضر في الناس فتوى ورد يفثون إن يسن المفتي سعى الشروط يفذري ثنتيد الشرط ويصر ضعا إيش وسينا أن يكون عارفا بأحوال الناس القضية السين تعرفيه لو كان كشجع كيتش كن شجع كيتش الفان تمور النظام تفضلك الجزائر تغرض القرآن ما شاء الله عسي ملك الفتوى حاذر روح كنس العقل روح سل عقلي مو لا شك وثوهور أنشت العجب نعم السين برضه عارفيه استعقليك هتسن ذاك وشوي اللان هتزر ذاك ومش الدعوة مشات الحوم المجتمع كلش
ميت سنض يسهل الحال. لذلك شحال فتاوى ساقي الحنت كنكا ورسعين تلساس ورسعين طراس ورسعين كن قارس قبيلي قلنا النكث الديضيميك قلنا النكث الديضا قموشيك غادي نضل عجل سلاقل. لذلك تصل الفتاوى لانت الفتاوى هدنت لانت الفتاوى غي ضرا غي قرحا سلوغا سلوغنت ولاوان سلوغنت ألاغن إوين تدشوال سبا يخص شرطي يزمر كين الفلني غا القرآن بعد إخرا وقي شرط من شروط ملان وياض وكي الإمام أحمد باش المخنة غادي يفهم تمثال أقلق دايما دي لقام سمحتي أسنت لقين عنوان الحلقة هاي وديو سارك أناك يعدد قوربال يعدد قوربال يعدد قوربال يا الله سنسمي لقام تقبيلي في أرن حواجيف أضغى أنا في من نغى نسقر نسوك تمثال يغيه من في الدنيا النغ أرغي والهن سافري ذن سلامة ورثكي اندامة يا الله إذن صافي الأعراف سانت القيمة يلا يريدونا الغشي تسقوذ انت عرفي تكثر نغلا خطر الأعراف العقوبين سن عاجلة لو كان يشم كان دي الأمور الزواج مثلا هذه اللي ونولي السينار تعرفي تفاميل تنين دا يروح سينار جو راك رايح جوج ضرغور النغ أتطبق تعرفي النغ استقسي امشي اللحون شفام زيك نفادي مغارا غير الفاتحة تزدث العلمة فعلي النغ سليمان وقال العلمة فعلي يا أخي نغام دعتي دحكو غسيقي خطر ثقي الساعة اكثر من 40 سنة دعتي دحكو غزري غندث الله وثم طوثني ومغرق الفاتحة مازاليت سرقزيس مازاليت وسان الدرية والحمد لله الحاج سليمان وقال لي قدمي غير الفاتحة يمكن غير الكتابين نسيت غير تعرفي غير باللي الا قد فذرني السم بقشيشه كنت قشيشت الله سيد فهم اش راه دير فذا ما تصلصا ما زر ما شوي ضرنا تغني غاسيه مالا اركان وعقد الزواج وكذا الى اخره كيف خصنت يد غير خصنت نورمال ني غاسي لقد فذرني السم تقشيشت في سليتيك ايوا تيدي فذر سي قال كاين اللي يهمي زعما كاينين اللي غاسي ولدي بالك الساعة 46 بل انت اي سنت انت ذيك سنت الحاج سليمان وقع لي السميد انيك ساعة انت عارفيس اضغي نتقد يوم بمغار انيك نيسني زران وكني نزران جامسو ذا فهم باللي يوثي وكور يزي غدي الوقت الناد في ضردي سمنت يا حسرة يروح الكازورال الكازورال ديال وي رونبور اسمو قماس اي غادي اسم قماس الفلان تلقى فاطمة انا غا يا ودنا سود في دار اسم قماس شنو اي ناس الكاضي اي ناس سود في دار زرناك بلي ما اسم اي كالو تسوي تسوي وكل اي ناس هاد السمحة كثيرين من مي أكيد لا يا أخي هذه سيسي ولا سيني أثين ناف يا أخي كا وقال غادي نير وقال أنظر كان يمنى الله كان سلعة يا أخي الواشول أدني وكي مسلين أكيد لا أن بعد سقوسني ذيان في مسفهم يا أخي وكان غالفة سيحة في ثلاث مسفهم إنك نيثني زران نكوني نزران أولا كي تسليغ جامع تسو زران يمكن إذا شو يجرني يريش يرد يكسو غريغ شوط الحروف غا مي وقيد الفقه أنا عامي الفقهية تسين الفقه المجتمع نبي عليه الصلاة والسلام إنك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين
لنعود إلى هذا الموضوع. ما هو أنواع الفقه؟ إلا فقه المقاصد، إلا فقه الموازنات الميزان، إلا فقه الواقع. صافي لا قاتيسون لا كلش، ولاكي باش تزاد شادينيو اسمح لي في قبايلي في كانا إلى وين دقرنا عديس يمكن قرا عديس ويقرص أبوظ، لأنه قادي قارن الشغر إلى وين نغر الشغر الشيمي أيغر أين تقبيلي تقبيلي صافي مية ساعة ثراء الله يبارك اتغال النادي النادي أدينض مثلا ما دينض الفلاني يفقع لا شو تفهم من يفقع من كوني غرر ماشي يخلع يفقع يخلع أصوه ظل جيانا عززقا يفقع ما عليه سيزاف صافي عسيماني عسيماني مع تعرف في الحقيقة أعرف لغوية أعرف لغوية المعنى يس يقتل السنط أتفوه طولة غير الصحراء النغ ارتوارك ذي توارك مثلا سمحتي فغرط ولا في اللون إلا وندا الساعة الكرة متعرفيف موت السنظرة أدياسو ساكن دحكو كرة من الأعراف من الشعوب وقيد من الكانا وقيد من الزاير بلا ما نفغ الخارج أن في بلي الأعراف. لذلك القاعدة الناد المعروف عرفا كالمشروط شرطا كالمشروع شرعا العادة محكمة إلى آخره. صافي في قلق الساعة تزال الخاتمة أدنغال تجدي التشرعيت بين يعنان تصرفقا إيه تصرفقا ربي ذي القرن ناد وقولوا للناس حسنا إن تدول زيضن إسلام الآية ربي ناد ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أول زيضن سورة إبراهيم الآية 24 وما بعدها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إلى آخره. وبعدين الآية 26 27 يثبت الله الذين آمنوا بالقول بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه السوسة فقلت شرعي إذ قبيلي إذا غتفضل تقبيلي تجديث تجديث يغدينا ذي السازيضان يقتضن ثسدة تجدي ثيغ دينان أي لسيلان ذاك سوم ذا شوكيران ذا سدا أي لسيلان ذاك سوم ذا شوكيران ذا سنان أي لسيلان ذاك سوم ذا شوكيران ذا سنان تقبيلي ثنا تجدي ثيغ دينان الجرح يتغيزي حلو يروال يتغيزي رنو. يرفع الأذان الأذن تكنولوجي. إذن الجرح يتغيزي حلو يراوال يتغيزي رنو هاثان الجديث أثلحو أن في الجديث وقت الشرعيث كيف كيف أنو غير ذي الحذاقة نكوي ذي ثقفايليث لكاشيني غلق ثابورث الزاين غلا أمشي رسميني أعطيكم الصحة سربح ثابوث فوضا مش حنينث امذل ثابوث خفيت الغلا مي غلقا يا لطيف ايفان الزاي قريح يلا اكد سيو الجيداك اشي اشتيني مثلا سمحيي اكد سيو سي سميك اشتين ذاشو مارسين انعام مزعج يعطيك صحة يا شيخ ما يصنف أنعام إذا ما لك ثيني نعمك الخير مي ذا شو ذا شو كثير ذا شو يقدر أصدر حانوت سيصنف كيد كذا وكذا كيني ولاش الخير كان أثم غارث ما شوي لنا ثيني ولاش يا لطيف مي ما كثيني ذا الخير كان اكتف كوالنية تقبيلي ذا الحذاقة وقي الذوق الذوق سلوك الروح كتاب صغير اسمه الذوق سلوك الروح. أحرش وستثا أين يعني أنا ما كدرنا صرف قاع
بشكل عام تصرف يعني زراعة القيم، زراعة الأخلاق ذي الشرعي في زرمك مدينة ربي ذو قواليس يهضر في النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، يعني شكرك الأخلاق ينس ربي ندوى نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مثلا نفهم باللي تصرف قاسة مازال هو إذا بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، التزكية التزكية والتعليم، إذا كان التعليم ينصرف إلى الرؤوس فإن التزكية تنصرف إلى النفوس. فوال القراية سلاغا عقول هي تزكية ترفقة النفوس، النفس توعر نفس تصور ربها تقرز موت تصور ربها أتهود أثمثنا سيدنا يوسف أشو دينا اسمي دوسان زرمت مشاهوت وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إن ذهب نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الآية 18 من سورة يوسف أرون آدم قابيل وهابيل أول جريمة قدر ندي الدونيف الجريمة ثم زواروف سببها النفس قوار وسيأتي الحديث عنها في فرص أخرى. أي قابيل غيمس قال لأقتلنك يا لطيف، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله بالله ما نكمل ثوار. لذلك تصرف مهمة، القيم مهمة، الأخلاق ما ذي الأقدار أيه وكيف قبالي في وين مقرن في لك السيناد ذادة ذادة سوى ما ذادة من فغيون ثنهوز خي قرره كما كما يهوزيك يعزيك سيني مسلاين سيني مسلاين كما كما يهوزيك يعزيك سيني ذادة معنى هيد سميك تيض باللي ذادة إلا استاتيو إلا إلا لا يرارشي ناثقين سينس كانت الإدارة وقيد شيف سيرفيس وقيد ديريكتور وقيد همش دينا نتساغور ذاكي خاطي ولا قرار كذاكي كان إلا قانوا المذهب مني ماذا رقاز ذات دا ما إلا سمطوث لا لا أرنو ذا القدر وكي مقران إلى آخره ثقيت القدر ذا الحلاقة دو ذاكي يونس العباس يرضى ربي في الناس تاع مسن النبي صلى الله عليه وسلم مقر ذي العمر في النبي ذي العمر استقسنت انو اذا مقران شي تشنغ ذي النبي صلى الله عليه وسلم الزمرة سنين كي مقران في الناس ضغط فري واحد تسيد تسيد ينا يوعى باللي الزاي ذغينيس الرسول اكبر مني وقد ولدت قبل رسول الله سعد داث إنيس الرسول مقر في الليل مقام النبوة في كيس القدر ذا شو كيني لولغد قفليس معنى يسيفان مادام يلولد قفليس معنى يس هي ثقيذ القدر ذا الحذاقة شفا ما سني مذن بويل مثل اني أمغاري السوال يلمزي يتساغوال أمركانتي تناول واحد سكين وكي يشم ذي علم الاجتماع يشم ذي التنظيم الاجتماعي يشم ذي التكامل والتواصل ديال الأجيال باش ولاش ورا ينكرن الفضل فضل السابقين. لذلك ثم سلتقي لحذاقة إلى ثلا الذوق ثريث مثلا أولي ورذا إشبه ربيني وضر ثيارة باش أدنيني ثا شرعيث أو كتجديث أكني الدكولنت
جيغون ثلويث أرثي مليليث اسلام ربي في اللون.